بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الأسبوع في الدرس الماضي عن من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا فقال: لا إله إلا الله، سبحان الله، ماذا أنزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن إلى آخره. ووصلنا إلى الحديث 100 عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة في آخر حياته. طبعا قول عبد الله بن عمر صلى العشاء وهي التي يدعوها الناس العتمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسمى العشاء بالعتمة، وذلك أن الله تعالى سماها صلاة العشاء كما قال جل وعلا: من بعد صلاة العشاء في سورة النور، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، يعني لا تقولوا صلاة العتمة إنما قولوا صلاة العشاء، وذلك أن الله سماها في القرآن صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. ولذلك ابن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم خشي ابن عمر أن يظن الناس أنه يقصد صلاة المغرب، لأنهم يقولون صلاة العشي، صلاة العشي يعني صلاة الليل عموما، فصلاة الليل تنطبق على صلاة المغرب وصلاة العشاء كلها في الليل. فابن عمر احتاج أن يوضح لما قال صلى بنا صلاة العشاء، ولأجل أن لا يظن الناس أنه يقصد صلاة المغرب قال: وهي التي يدعوها يدعو الناس العتمة في آخر حياته. قال: فلما سلم فأقبل علينا فقال: أرأيتكم، يعني أخبركم، أرأيتكم ليلتكم هذه. وتقدير الكلام أن إنسان لما يقول لفلان أرأيت، المفترض أن الثاني يقول له نعم، يعني أن تقول له هل أخبرك، فيقول نعم أخبرني، ثم أن تقول له ما تريد، فلكنهم كانوا يحذفونها. فقال عليه الصلاة والسلام هنا: أرأيتكم، يعني هل أخبركم، أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. الحديث له رواية أخرى عند البخاري عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر قال: تسألوني عن الساعة، وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة، أي مولودة، يأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد موعظة أصحابه ببيان أن هذه الأمة أعمارها أقصر من أعمار الأمم السابقة، فكأنه يقول: الأمم السابقة ربما يعيش الواحد منهم 1000 سنة و2000 سنة، أما أنتم فالأعمار عندكم لا تتجاوز، يعني لا، هي أقصر من أعمارهم. صحيح أن في الأمة من قد يتجاوز 100 سنة، فمن الناس من ربما يعيش يعني 107 و108 و110. وأذكر أني زرت في حقل في شمال تبوك، زرت الشيخ رشيد القيسي رحمه الله تعالى، توفي قبل قرابة 7 سنوات أو 8، أنا زرته في عام 1427 تقريبا، يعني قبل تقريبا 10 سنوات، وهو عام 2007 تقريبا. وكان رجلا معمرا، وكان قد في ذلك الحين لا يزال مكتمل العقل والكلام وكذا، وأراني الخاتم الذي يختم به لما كان قاضيا، وإذا هو قد لبث في القضاء 60 سنة وهو قاضي، والسنة التي تعين فيها قاضيا عام 1330 تقريبا للهجرة أو 33 هي السنة التي ولد فيها الشيخ ابن باز. وأنا لما ذهبت إليه كان الشيخ رحمه الله قد توفي، يعني السنة اللي ولد فيها الشيخ ابن باز هو متعين قاضي، وعمره تلك الأيام يعني قريب من 40. فسألته متى ولدت، فهو كان يعني يحاول ألا يخبر بعمره صراحة، يعني ولا يعطي تحديدا، يعني تحديدا صحيحا، لكنه يقول: أنا عملت قاضيا أيام الدولة العثمانية، ثم عملت قاضيا أيضا في الدولة السعودية. فقلت: متى ولدت؟ فقال: اقرأ كتابي. وإذا معه كتاب عن الفرائض في شرح الرحبية في الفرائض، وفيه شيء من ترجمته، وفيه أنه ولد عام 1317، فيعني فيكون أو 1307
فيكون عمره لما جئته 120 لما جئته. إذا الكلام في الكتاب صحيح. ثم سألت ولده قلت كم عمر الوالد؟ قال سأخبرك لكن لا تخبره عشان ما يزعل. قلت كم؟ قال أنا لا أدري بالضبط، لكن هو يقول إنه شارك في بناء منارة المسجد النبوي في دمشق، وأنه كان صغيرا يناولهم اللبن. يقول ومنارة المسجد النبوي في دمشق قد بنيت يعني بالهجري في عام 1298 أو 99، 1200 ما أدري عاد كم تطلع بالميلادي. فيقول إذا كان صغيرا يناولهم اللبن وهي قد بنيت في ذلك الحين، معناته أنه ربما ولد عام 1290، يعني أكيد عمره بيصير 9 سنوات أو 8 سنوات على الأقل. فإذا كان 1290 ولد ونحن اليوم في 1427، معناه أن الرجل قريب من 140 سنه، وهو معمر عموما، يعني يجمع من كان عنده أن الرجل يعني من المعمرين. وتوفي رحمه الله تعالى كما ذكرت قبل يمكن 7 سنوات أو 8 سنوات. فالمقصود من هذا أنه ربما تجاوز بعض الأمة 100 سنة، وهذا مشاهد لكنه قليل. لكن في تلك الساعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل واحد موجود في تلك الليلة حتى الصبي الذي ولد في تلك الليلة لن يتجاوز عمره 100 سنة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. بمعنى اللي موجودين اليوم إذا على وجه الأرض مثلا على وجه الأرض كلها مثلا 1,000,000، فإن هؤلاء كلهم خلال 100 سنة سيموتون. منهم من سيموت بعد 10 سنوات، منهم من يموت بعد 60 سنة 70 سنة. المهم لن تأتي 100 سنة إلا وجميع هؤلاء قد ماتوا. وفيه طبعا موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قصد بها أولا أنه يعني دلالة من دلالات نبوة عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا بالغيب من الله سبحانه وتعالى، فالأعمار بيد الله. وأيضا قصد عليه الصلاة والسلام أن يعظهم بقصر أعمارهم بالنسبة إلى الأمم الأخرى. والله جل وعلا جعل أعمار أمتنا أقصر من أعمار الأمم الأخرى، لكنه سبحانه وتعالى عوضنا بليالي مباركة تعوض لنا النقص الذي في أعمارنا. فلما يعيش شخص من الأمم الأخرى مثلا 1,000 سنة أو 2,000 سنة ويكون عنده عبادة كثيرة، ونحن ما عشنا إلا مثلا 70 سنة أو 80 أو 100 سنة، فإن الله تعالى قد جعل لنا مثلا ليلة القدر، وهي تعدل عبادة 83 سنة. ليلة القدر خير من 1,000 شهر. فجعل الله تعالى هذه الليالي المباركة لأجل أن تعوض ما يفوتنا من قصر أعمارنا. الحديث أشكل بعض أهل العلم في معناه، وقال ما تقولون في عيسى عليه السلام؟ فإن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء وهو باقي حي، والنبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء رأى عيسى عليه السلام في السماء الرابعة، ورأى يحيى وهما ابني خاله. فنقول جوابا عن ذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبقى على ظهر الأرض، أما الذين في السماء فلهم شأن آخر. عيسى عليه السلام ما كان على وجه الأرض، كان في السماء. في هذا الحديث أيضا رد على من يقول إن الخضر لا يزال حيا، وإن بعض الناس خاصة يعني بعض المتصوفة يقول مثلا إني كنت في البرية فضللت فأتاني رجل صالح وكذا وقال لي كذا وكذا، ثم يقول إنه عبد الله الخضر، وهذا لا يمكن أن يحصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأتي 100 سنة على أي واحد حي خلال هذه الليلة إلا يموت، حده 100 سنة. فلو كان الخضر حيا للزمه أولا أن يأتي ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، هذا أولا، وهو لم يأتي ويبايعه. وإلا فالخضر داخل في الأمة إذا كان حيا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول يا أيها الناس وإني رسول الله إليكم جميعا، فهو عليه الصلاة والسلام رسول إلى الروم والفرس والعرب والعجم حتى الخضر، أينما كنت على وجه الأرض النبي عليه الصلاة والسلام رسول إليك. لو كان حيا للزمه يأتي ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. الأمر الثاني أيضا لو كان حيا
لمات خلال 100 سنة. أما ما يذكر من قصص أحيانا تورد في بعض كتب المتصوفة أو ربما أوردها أحيانا بعض يعني السلف، فربما أنه تخيل. ولذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أثنى على الجيلاني، عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وقال في أثناء كلامه عنه، قال إن الله تعالى حماه من كيد إبليس. وذكر أن عبد القادر الجيلاني كان مرة في الصحراء وحده، قال فرأى أنوارا فوقه وكأن بياضا فيها، وهو يقول يا عبد القادر أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. قال فأخذ عبد القادر حجارة من الأرض وحذفها على هذا، رماه وقال أعوذ بالله منك، اخسأ يا شيطان. قال فانطفأ وقال يا عبد القادر، يعني سمع صوتا يقول له يا عبد القادر سلمت مني، لقد أضللت بهذه الحيلة 1000 عابد قبلك، كلهم يتخيلوا هذا ربي وأباح لي، أجل خلاص أبيح لي الزنا وشرب الخمر، ويظن أنه أبيح له وهو محرم عليه. فالمقصود من هذا أن الخضر من زعم أنه رآه فلا يصح هذا أنه رآه، إنما هي تخيلات. في الحديث أيضا جواز إلقاء المواعظ بعد الصلوات مباشرة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم فلما سلم التفت، يعني وحدثهم، التفت وحدثهم، أعطاهم موعظة. فلا بأس أن الإنسان إذا صلى بالناس سواء الإمام أو غيره أن يقوم ويعطي الناس موعظة. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى والتفت وأعطاهم موعظة، فلو أن إنسانا صلى ثم أعطى الناس موعظة لا بأس في ذلك. وكذلك في الحديث جواز السمر بعد العشاء في العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر بعد العشاء، السهر بعد العشاء نهى عنه، وهو محمول على ما إذا خاف أن تفوته صلاة الفجر. لكن إذا سمر مع أهله لمؤانستهم، أو سمر في طلب العلم أو في صالح المسلمين ونحوه فلا بأس في ذلك. يقول ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل أي غلطوا في الفهم، ما فهموا جيدا، غلطوا في الفهم وذهب ظنهم إلى غير الصواب. فوهل الناس في مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة. قال وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض. يعني يقول ابن عمر بعض الناس فهم خطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الساعة ستقوم بعد 100 سنة، فيقول ابن عمر لا، لم يقل الساعة ستقوم بعد 100 سنة، ولا أن الأرض بعد 100 سنة لن يبقى عليها أحد، إنما يتكلم عن الموجودين في ذلك الزمن. طيب قد يقول قال طيب ما الفائدة من هذا الحديث، يعني المعلومة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها للصحابة إيش الفائدة منها؟ نقول فائدة أول شيء أنها موعظة لهم، والأمر الآخر أنها إخبار لهم بمعجزة من المعجزات، أنه يخبرهم بشيء من الغيب، والإخبار بالغيب هو شيء من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن، القرن يعني 100 سنة، أنه يخرم يعني أنه ينتهي. الحديث 101 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. ابن عباس لما بات في ذلك الحين كان عمره 10 سنين، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر ابن عباس 13 سنة. ولما توفي قال ابن عباس لغلام نحوه من الأنصار نحو عمره قد فاتنا أن نطلب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فتعال نطلب العلم اللي عند الصحابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر إلى تبوك، يسافر إلى مكة، يجلس في المسجد، فكان الكبار هم الذين يذهبون ويجيئون معه ويحفظون حديثه في هذه الأحيان. يقول ابن عباس فأنا صغير، ما دام فاتني أن أحفظ الحديث منه مباشرة، تعال يا أيها الأنصاري الغلام اللي مثلي، نذهب إلى أبي بكر، إلى عمر، عثمان، علي، ونقول لهم حدثونا بالأحاديث اللي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ذلك الأنصاري يا ابن عباس وماذا بعد، يعني وإذا حفظت الأحاديث أتؤمل أن تصبح عالما وفي الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ يقول فتركني وذهب ولزمت العلم. وبدأ فعلا ابن عباس
يتتبع العلم الذي عند الصحابة حتى صار ابن عباس إماما من الأئمة في العلم، ويرحل إليه الناس من كل مكان. فابن عباس كان من صغره نبيها ذكيا، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. العباس عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو ابن عمه مباشرة. وميمونة بنت الحارث هي الهلالية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 6 من الهجرة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أحدا، توفيت في عام 51 للهجرة وعمرها 81 سنة. وهي بالمناسبة أخت لبابة بنت الحارث، أم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. فيكون خالد بن الوليد، تكون ميمونة هي خالة خالد، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ميمونة. في رواية عند ابن الملقن أن ابن عباس طلب من ميمونة خالته، قال: انظري لي ليلة آتي لأنظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فواعدته ليلة من الليالي، هو ابن أختها وهو غلام صغير. وقال ابن الملقن: وكانت ميمونة في ذلك الوقت ليس عليها صلاة، يعني لا يقربها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب العذر الذي يأتي للمرأة. فهي استثمرت هذه الليلة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون له حاجة إليها، ودعت ابن عباس ليبيت عندها. ويغلب على الظن طبعا أن ميمونة استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل ويتفاجأ من هالولد اللي نايم عندنا، يبعد أن تفعل ذلك ميمونة من غير ما تخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعني سهلا لينا مع الناس، فهي إذا سألته يوافق. يقول: لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات فتحدث مع أهله ساعة. طبعا ساعة ليست مثل ساعاتنا اليوم، يعني هي 60 دقيقة، إنما ساعة كما قال الله تعالى: كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فالساعة يعني برهة من الزمن. وأذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ بن جبرين كنا سألناه عن مقدار الساعة عندهم، فأورد قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجمعة، قال: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية كأنما قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة كأنما قدم بقى كبشا أملح، ومن جاء في الساعة الرابعة كأنما قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة كأنما قدم بيضة. يقول: فإذا قسمناها ما بين الفجر في الأيام المعتدلة التي ليس الفجر مبكرا ولا متأخرا، إذا قسمناها ما بين الفجر إلى الظهر، قسمنا الوقت بينهما على 5، فتجد أنها قريبة من ساعاتنا. يعني مثلا لو كان يؤذن الفجر مثلا في المدينة مثلا الساعة 6 مثلا في الليالي الشتاء إذا كان الليل طويلا، أو قل مثلا 5، ثم يؤذن الظهر 12:30 مثلا، فإن بينهما قريب من 7 ساعات. وفي بعض الليالي إذا كان الليل طويلا فيؤذن الفجر في المدينة 6 أحيانا أو 6:50، ويؤذن الظهر أيضا يقترب، الظهر في الغالب لا يتجاوز 12:30 في الأذان، يعني في المدينة لا يمكن يصل يؤذن الظهر عندهم 1 مثلا ظهرا. الفجر يتحرك، يتقدم ساعة ويتأخر ساعة في الليل والنهار، أما الظهر ففي الغالب أنه لا يتقدم كثيرا، ربما لا يتجاوز 1/2 ساعة في تقدم وتأخر. فبحر ما بين الفجر والظهر في يوم الجمعة لا يتجاوز 6 ساعات 7 ساعات. فيقول الشيخ رحمه الله، يقول: فإذا قسمتها على 5 وجدت أن الساعة عندهم قريبة من الساعة عندنا، إما تكون ساعة 60 دقيقة كما عندنا، أو تزيد قليلا، أو ربما نقصت قليلا. فهو لما قال ابن عباس ساعة يعني برهة أو زمنا. وفيه أيضا مؤانسة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا رجع يتحدث مع أهله، كما في الحديث الآخر الذي سيأتي معنا إن شاء الله، حديث أم زرع لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقالت له: يا رسول الله، اجتمعت 11 امرأة في الجاهلية، وذكرت له
كلاما طويلا عن 11 امرأة وكل واحدة ماذا قالت عن زوجها، وهو عليه الصلاة والسلام يستمع إليها، ففيه أيضا مؤانسة الرجل لأهله. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن لا بأس أن يبيت محارم المرأة عندها بحضرة زوجها ما لم يكن منه ما يكون من الرجل لامرأته. يعني مثلا لو جاء مثلا ابن أخت زوجتك أو ابن أخيها مثلا وأراد أن يبيت في البيت حتى لو بات معهما في الغرفة وكان صبيا فلا بأس في ذلك ما لم يكن من الزوج مواقعا لامرأته في خلال ذلك. ومن ذلك مبيت ابن عباس، يقول ابن عباس فصلى 4 ركعات فتحدث مع أهله ساعة، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة ثم رقد، فاضطجعت في عرض الوسادة، وعرض الوسادة ليس طولها بل عرضها، اضطجع فيه ابن عباس. ومن الخطأ في اللغة أن يقال عرض، إنما يقال عرض الوسادة، والوسادة جمعها وسائد ووسد، وهي المتكأ الذي ربما يتكئ عليه الإنسان بيده، أو ربما اتكأ عليه برأسه للنوم، أو ربما جلس عليه. ولذلك في حديث عدي بن حاتم صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد لما جاء ليدخل في الإسلام يقول فمضى بي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فطرح إلي وسادة وقال اجلس عليها. فالوسائد عندهم كان ربما جلس الواحد عليها وربما اتكأ وربما نام عليها، فكانوا يستعملونها لأشياء متعددة. يقول واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة نام في طولها، وابن عباس جاء ونام في الجزء اليسير في عرضها. يقول ثم نام حتى نفخ، فلما يعني والنفخ هو صوت يصدر من الإنسان عند نومه يدل على غطيطه، يعني على استغراقه في النوم. يقول فلما انتصف الليل أو كان بعض الليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء. طيب ما هو في البيت، ليش ما قال ابن عباس نظر إلى السقف؟ كانت بيوتهم كما تعلمون لأن ما عندهم تكييف ولا شيء، فكان البيت بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف، مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف، فهم إذا كان في الظهر مثلا صلوا في المسقوف أو في الشمس، وإذا كان في الصلوات الأخرى صلوا في غير المسقوف حتى يكون أبرد، فكذلك بيوتهم. ولذلك تفهم إذا علمت تركيبة البيت تفهم بعض الأحاديث. يعني مثلا لما تقول عائشة في البخاري كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فمر بنا نفر من اليهود فقالوا السلام عليكم يا محمد، فقالت عائشة وعليكم السلام إلى آخره. قد يقول البعض كيف يعني مروا وقالوا السلام عليكم يا محمد، يعني هل هم الباب مفتوح ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين كيف سمعهم هو في داخل بيته؟ أنت لو أنك في داخل بيتك ومر واحد وقال السلام عليكم ولا السلام عليكم في الغالب لن تسمعه، البيت مغلق عليك من كل النواحي. فالجواب عن ذلك أن بيوتهم ما كانت كلها مسقوفة، كان بعضه مسقوفا وبعض غير مسقوف، واليهود يغلب على ظنهم أو ربما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فجلس، فهم يعلمون أنه ليس بينه وبينهم ليس بينه وبينهم إلا الجدار، وجدار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما كان طويلا جدرانه، بل حتى لما أراد صلى الله عليه وسلم أن لما لعب الحبشة في المسجد بالرماح وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليهم ونظر، ثم قال يا عائشة تريدين أن تنظري، فجاءت تنظر واتكأت على كتفه عليه الصلاة والسلام ورفعها. هو ما يحتاج يرتفع على شيء لأن طوله عليه الصلاة والسلام يستطيع أن ينظر في الجدار من وراء الجدار، أما هي فجرت العادة أن المرأة أقصر من الرجل عادة إلا ما ندر يعني، فاحتاجت إلى أن يرفعها. فبيوتهم كان بعضها مسقوفا وغير بعض غير مسقوف، حتى المسجد، حتى في حديث أنس في البخاري لما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فدخل رجل قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل إلى آخر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس ورفعت بصري أنظر إلى السماء. بعض الناس يقول كيف ما هم في المسجد ينظر إلى السماء؟ نعم ينظر إلى السماء، ابن أنس كان يصلي في الموقع من المسجد الذي ليس مسقوفا، المسجد زحام،
فبعض الصحابة يصلي في المسقوف وبعضهم في غير المسقوف. يقول فنظرت، يقول أنس نظرت إلى السماء فإذا السماء ليس فيها سحاب، إلى آخر الحديث. فيقول ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظ نظر إلى السماء، فدل على أنه نام في الجزء غير المسقوف طلبا للجو الحسن حتى ما يكون الجو مكتوم بالسقف. يقول فجلس يمسح النوم عن وجهه، هذا كناية عن يعني عن إزالة أثر النوم، وإلا فالنوم ليس له جرم. النوم الواحد لما يستيقظ ما في قطع نوم على وجهه فنقول ابعد النوم عن وجهك، لكن جرت العادة أن الواحد إذا استيقظ من النوم يكون وجهه كسلا بعد النوم، فهو يحركه يفركه ينشط نفسه. فيقول وجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ العشرة الخواتم من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض، يقرأ عليه الصلاة والسلام متفكرا، واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله، يقول حتى ختم. وطبعا هذا يدل على جواز أن الإنسان يعني يقرأ القرآن حفظا حتى لو كان عليه حدث أصغر، إنما الممنوع أن يقرأه وعليه حدث أكبر. إذا كان عليه حدث أكبر لا يقرأ القرآن لا مسا للمصحف ولا يقرأه غيبا. وكان شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز أيضا في درسه ذكر مرة هذه المسألة، ثم قال إلا ما كان يقرأه من القرآن لا على سبيل التلاوة إنما على سبيل الذكر. يعني لو أن إنسانا أصابته جنابة قبل أن ينام ثم أراد أن ينام ويريد يقرأ الأذكار، فقرأ الأذكار العادية اللي هي اللهم أسلمت نفسي إليك باسمك ربي وضعت جنبي، ثم جاء إلى قراءة الأذكار الواردة عند النوم اللي واردة من القرآن مثل آية الكرسي وهو جنب. طيب يعني فهل يصح له أن يقرأ آية الكرسي عند النوم لأنها من الأذكار؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقر أبا هريرة لما قال لا يزال عليك من الله يحافظ حتى تصبح إذا قرأتها. طيب هل يجوز أنه يقرأها؟ ما هي قرآن، والجنب لا يقرأ شيئا من القرآن لا حفظا ولا تلاوة من المصحف مسا المصحف. فكان الشيخ رحمه الله يفتي بأنه إذا قرأها لا على أنه يتلو قرآن إنما قرأها على أنها أذكار، على أنه يقرأها ذكرا من أذكار النوم، فإن هذا جائز، جاز أن يقرأها على أنها أذكار. وكذلك لو قرأ آية الكرسي مثلا أو قل الله أحد وفلق الناس على أنها من أذكار الصباح والمساء جاز له ذلك حتى لو كان جنبا. أما إذا قرأها على أنها تلاوة وطلبا للأجر، هكذا واحد يقول بقرأ آية الكرسي طلبا للأجر وتلاوة للقرآن، نقول لا، إذا كنت جنب لا تفعل. لكن إذا قرأها على سبيل أنها ذكر من الأذكار، على أنها من أذكار النوم وليست تلاوة للقربة المجردة، فهذا جائز إذا قرأ على أنها من الأذكار. يقول حتى ختم، ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ من شن معلق. الشن المعلق هي القربة الخلقة، وجمعه شنان وهو السقاء والوعاء، القربة التي تصنع من الجلد، وكانوا يدبغون الجلد جلد المعزة أو كذا ويخيطونه، وعندهم مواد القرض وغيره يضعونها عليه حتى تذهب عنه الرائحة يعني التي تبقى فيه، ويضعون فيه الماء ويحفظ الماء أو اللبن أو نحوه. فكانوا يعلقونه حتى يكون أبرد، يمر عليه الهواء ويكون أبرد الماء. فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا فأحسن وضوءه واستنى، استنى يعني تسوك عليه الصلاة والسلام استاكى. وقوله وضوءا خفيفا أي مرة مرة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ لم يسرف في الماء، لم يسرف في الماء. ربما الواحد بعض الناس اليوم لو يتوضأ في الغرفة والغرفة فيها فرش وكذا وتوضأ ربما يعني بلل المكان كله. يقولون كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما توضأ على فراشه فلا ترى على الفراش بللا، لأنه يتوضأ بالماء اليسير يعمم على كل أعضائه بماء يسير، ما كان عليه الصلاة والسلام يسرف. والإمام أحمد رحمه الله يقول توضأ مرة في العسكر
يعني كان خرج إلى الجهاد وأراد أن يتوضأ، فأمر بعض أصحابه أن يستره عن الناس، وهو بيتوضأ لن يكشف عورته، بيتوضأ وضوء عادي، وقال لصاحبه استرني، يعني ضع شيئا يسترني لا يراني الناس. فسأله قال لما؟ قال أخاف يراني بعض العامة فيرى أني لا أحسن الوضوء، يشوف معي كأس واحد والله للوضوء ويقول وش هل اللي ما يعرف يتوضأ، يتوضأ بكأس، فهم سيتهمون أني لا أحسن الوضوء إذا رأوني، فأنا أستر نفسي حتى أحمي نفسي من ألسنتهم. فدل هذا على أن السنة عدم الإسراف في الماء عموما، يعني في إسراف في الماء سواء في الوضوء أو في الغسل أو في ما شابه. يقول فتوضأ وضوءا خفيفا فأحسن وضوءه واستنى، استاك، وهذا من يعني مواطن استحباب السواك. استحباب السواك عندما يستيقظ من النوم، عندما يصلي، عندما يريد أن يصلي، عندما يتوضأ، عندما يدخل بيته، هذه مواضع يسن فيها أن الإنسان يستاك. ثم قال نام الغليم. الغليم تصغير لغلام، وفيها نوع من التلميح، فهو يسأل ميمونة يقول الغلام نام، نام الغليم، أو كلمة تشبهها. ثم قام يصلي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس فتوضأت. في رواية عند مسلم أن ابن عباس لما أراد أن ينام خشي أن يأخذه النوم إلى الفجر ثم يذهب عنه الشيء اللي هو جاء أصلا لأجله، هو جاء يريد أن يرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي ابن عباس أنه ينام إلى الفجر ويستيقظ والله فاتني أني أرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رواية مسلم أن ابن عباس طلب من ميمونة خالته، قال إذا استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. ويبدو أن ابن عباس ما نام، لأنه وصف حتى نوم النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان ابن عباس نام لما وصف لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام وتوضأ وكذا، يعني وميمونة بنوم النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب أنها نامت، لكن ابن عباس لشدة حرصه وهو عمره 10 سنوات ما نام، جالس يراقب كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصف حتى طريقة نوم النبي صلى الله عليه وسلم والهواء الذي ينبعث من النائم. يقول فقال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جئت فقمت عن يساره. هذا يدلك على صغر ابن عباس، صغر سنه، أنه أخطأ في الموضع الذي ينبغي أن يقف فيه، فإنه من المعلوم أنه إذا كان الإمام يصلي بمأموم واحد فإن هذا المأموم يقف عن يمينه، فابن عباس لصغر سنه غلط وجاء وقف عن يسار. يقول فجئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه. طريقة تحويل النبي صلى الله عليه وسلم في كما في روايات أخرى، بل ابن عباس ذكرها هنا، يقول فأخذ بيدي أو بعضدي وقال بيده من ورائي، فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بيده عليه الصلاة والسلام يده اليمنى، لأن ابن عباس عن يساره، فهو عليه الصلاة والسلام قال بيده اليمنى على يده، ابن عباس وضع يدينا على صدره، إما أنه أمسك يده أو أمسك عضده، العضد اللي هو عند الكتف ما بين الذراع وما بين الترقوة، هذا العضد أخذ عليه الصلاة والسلام وجعله يعني لفه ليجعله من خلفه يحوله عن يمينه. فلما جاء ابن عباس عن يمينه خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس غلبه النوم، فإنه يعني لخبط وجاء وقف عن يساره. يقول فوضع يده على أذني وفتلها، فركها. قيل فركها النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ابن عباس نائما أن يذهب عنه النوم، وقيل في ذلك أسباب أخرى. وفي هذا أيضا حركة المصلي، هل المصلي إذا تحرك هل هذا جائز منه أم لا يجوز المصلي أن يتحرك؟ النبي عليه الصلاة والسلام تحرك في صلاته في عدد من المرات ذكرت لنا، يعني مثلا كان يصلي مرة فطرقت عائشة الباب، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم تحرك وفتح الباب لها وهو يصلي، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، كان يصلي الليل والغرفة صغيرة، فكانت عائشة نائمة أمامه، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها، كل ما أراد يسجد غمز رجلها، فهذه حركة متكررة من المصلي،
لكن للحاجة لا بأس في ذلك. وكذلك لما صلى عليه الصلاة والسلام وهو يحمل أمامة بنت بنته زينب يحملها، فكانت تبكي وحملها رحمة بها، وكان إذا ركع وضعها، وإذا رفع حملها، وإذا سجد وضعها، فإذا رفع حملها، فهذا عمل متكرر في الصلاة لكن للحاجة فلا بأس فيه. أنس أيضا يقول كنا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا من شدة الحر إذا أراد أحدنا أن يسجد بسط طرف ردائه، فهو كل ما أراد يسجد، وربما كانت صلاة ظهر في الغالب لأنه يقول شدة حر، أو صلاة العصر يعني فيها 4 ركعات وفيها 8 سجودات، فمعناه أنهم 8 سجدات كلما أراد الواحد يسجد جر طرف عمامته أو طرف ثوبه وضعه وسجد عليه، فهم يتحركون في الصلاة، لكن إذا كانت الحركة لمنفعة الصلاة فلا بأس فيها ما لم تكثر، ما لم تكثر. والمالكية عموما قسموا الحركة في الصلاة لثلاثة أقسام، قالوا منها شيء يسير جدا كحك الجلد والإشارة بشيء، فهذا يغتفر عمده وسهوه، يعني لو واحد هو يصلي رن جواله فسهى نسي انه يصلي مثلا، وطلع الجوال ونظر المتصل بعدين تذكر انه يصلي ورجع، هذا صلاته صحيحة لانه شيء يسير. او حك الجلد، لو احتاج ان يحك جلده، هذا الامر ليسير سواء تعمده او سهى ففعله صلاته صحيحة، مثل لو رن الجوال وطلعه وحطه على الصامت واعاده لا بأس. الحالة الثانية ما كان من مصلحة الصلاة كالتخطي للفرجة القريبة، واحد يصلي وراء الامام وصار في فرجة امامه فتقدم لها، او واحد بمر امامه فوضع يده، هذه كلها حركات في الصلاة لكن لمصلحة الصلاة فلا بأس في ذلك. الحالة الثالثة الشيء الكثير، فهذا يبطل الصلاة عمده وسهوه، مثل لو انسان مثلا يصلي ثم اثناء الصلاة عدل غترته، وبعدين صلح كذا، وبعدين صلح الطاقية، وبعدين نظر الأزرار ولقى أزرار ما هو مضبط مضبوط، قام وصكه زين، وبعدين شاف القلم مايل شوي وعدل القلم مثلا، وبعدين رن الجوال وطلع الجوال وكذا وحطه على الصامت ورجعه، وشوي نظر في الساعة متى بيخلص الإمام، فهذا تبطل صلاته. طيب السؤال ما هو المقياس؟ يعني يقولون إذا كانت الصلاة كثيرة، إذا كانت الحركة كثيرة بطلت، أبطلت الصلاة. طيب ما هو الضابط للحركة الكثيرة والقليلة؟ قالوا الحركة الكثيرة ضابطها يعني مقياسها هو إذا وصلت إلى مرحلة أن يكون من رآه ظن أنه لا يصلي. أنت لو تشوف واحد الآن واقف في المسجد، واقف قاعد يعدل الغترة ويضبط العقال كذا، واخذ له ربما نصف دقيقة وهو يصلح العقال، وبعدين التفت ونظر الى ساعته وصلح شيء فيها، وبعدين طلع الجوال ونظر فيه ورجعه، وبعدين نظر، انت لما تنظر اليه وهو يفعل ذلك لمدة 30 ثانية مثلا، هل ستقول في نفسك ان هذا كبر يصلي ولا لسه ما بعد كبر؟ تقول في نفسك هذا لسه ما بعد بدأ يصلي، اكيد حكاية يصلح الغترة وينظر للساعة ويطلع الجوال ويرجع. فلما جئت إليه وقلت له السلام عليكم لو سمحت وين المواضي، فقاموا سوى كذا تصلي، ما درينا انك تصلي، يعني ليست هيئة رجل يصلي، فهذا تبطل الصلاة. اذا وصلت الحركات الى حركات كثيرة الى درجة ان من رآه ظن انه ليس في صلاة فهذا صلاته باطلة، نقول كثرة الحركات بطلت بها صلاته. وبعض المذاهب يقولون إذا زادت عن 3 حركات بطلت الصلاة، والله تعالى يقول وقوموا لله قانتين، قالوا قانتين، قالوا القنوت هو طول القراءة، وبعضهم قال قانتين يعني ثابتين غير متحركين، قانتين يعني ثابتين غير متحركين بين يدي الله. وسئل الإمام أحمد عن وضع اليمين على اليسار في الصلاة فقال وقفة ذليل بين يدي عزيز، فهذا يدلك ايضا على ان الانسان ينبغي ان ينتبه لمثل هذا. طبعا في الحديث ايضا حرمة الكلام في الصلاة، لان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يجوز الكلام في الصلاة كان سيقول وهو يصلي، يقول مثلا يا عبد الله اذهب عن يميني، لو كان يجوز الكلام في الصلاة كان قال يا عبد الله اذهب عن يميني، لكن لانه لا يجوز الكلام في الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام اشار له بيده.
في بعض المذاهب أن المأموم يتأخر عن الإمام قليلا، عند بعض الحنفية والشافعية أن إذا كان إمام ومأموم فقط فإن الإمام ينبغي أن يتأخر عنه المأموم قليلا، قالوا بمقدار شبر، وهذا غير صحيح. ابن عباس وصف صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل وتأخرت عنه قليلا، مع دقة ما وصف ابن عباس. فالأصل أنه إذا كان مأموما أن يقف عن يمينه. وفي الحديث أيضا أن المميز يعتبر في المصافة، يعني مثلا أنت الآن لو أنكم ثلاثة بتصلون، رجلان وغلام صغير، فجئت أنت ووقفت عن ورأيت رجل يصلي وبجانبه غلام عمره 8 سنوات مميز، يعني يؤمر بالصلاة عمره فوق 7، فجئت أنت ووقفت عن يمين الغلام، فهل يتقدم الإمام ويدعك أنت والغلام وراءه؟ يعني هل نعتبر الغلام مؤثرا في المصافة أم لا؟ نقول نعم، نعتبره مؤثرا ما دام أنه يؤمر بالصلاة، أمرهم بالصلاة 7، ما دام دخل في مرحلة الأمر بالصلاة فإنه يعتبر في المصافة كالكبير في حكم. في كما ذكرنا أن الصبي المميز يعتبر كالكبير في المصافة مع الإمام، فإذا كان صبيا مميزا فيعتبر، إذا كان معه آخر فإنهما يقفان في الخلف. وأما إذا كان لم يؤمر بالصلاة، يعني افرض مثلا الصبي عمره 5 سنوات 6 سنوات لم يؤمر بالصلاة أصلا، لأن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروهم بالصلاة 7، فإذا كان لم يؤمر بالصلاة فلا يعتبر في المصافة. يعني لو معك ابنك مثلا عمر 5 سنوات ذهبت به إلى المسجد وأردتم أن تصلوا وراء مع إمام، فاتتكم الجماعة وأردتم أن تصلوا مع إمام، فإنك لست تقف في الخلف أنت وابنك والإمام أمامكم، إلا إذا كان ابنك تجاوز 7، إذا كان تجاوز 7 نقول قف أنت وإياه وراء الإمام. أما إذا كان دون 7 فإنك تقف أنت وهو بجانب الإمام، لأنه لا يعتبر له حكم في المصافة. فيه أيضا أن من صلى عن يسار الإمام جاهلا أن صلاته صحيحة، لأن ابن عباس كبر للإحرام وهو ركن من أركان الصلاة، كبر للإحرام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد التكبير، وإنما اعتبر تكبيره مقبولا، فدل هذا على أنه لا بأس أن يصلي عن يساره. وأيضا الصلاة عن يسار الإمام عموما، يعني أحيانا في بعض مثلا بعض الجمع أو كذا يكون المسجد زحام شديد، فيأتي بعض الناس، بارك الله فيك، يأتي بعض الناس ويقفون بجانب الإمام، فهل يجوز أن يقف أحد عن يسار الإمام أم لا؟ قالوا إنه إن كان وقف عن يمين الإمام أحد جاز أن يقف عن يساره أحد، فيكون الإمام في النص وصلى عن يمينه أشخاص وصلى عن يساره أشخاص. أما إذا كان ليس عن يمينه أحد وصلوا فقط عن يساره فلا يجوز صلاتهم، إذا كان الإمام مع الزحام تقدم ناس وصلوا، تحصل في المحاضرات أحيانا وكذا، أو ربما في خطب الجمع أو الأشياء الزحام الشديد، فإذا صلى عن يمين الإمام أحد فجاز أن يصلي عن يساره أحد أيضا. أما إذا كان لم يصلي عن يمينه أحد وإنما صلوا فقط عن يساره فلا يصح لهم ذلك، يجب أن يتقدم الإمام ولو شيئا يسيرا ليصح أنهم صلوا وراءه. وإن صلى أحد عن يسار الإمام جاهلا صحت صلاته، لو واحد جاء ووقف عن يسار الإمام جاهل وانتهت الصلاة قلنا أنت وين واقف أنت الله يهديك عن يسار الإمام، قال والله ما أدري، ما انتبهت، ما كنت أدري، مع شدة الزحام لم أنتبه، فصلاته صحيحة في هذا الحال. أما إذا كان عالما بالحكم فصلاته تبطل. فيه أيضا جواز النافلة جماعة لغير صلاة التراويح، صلاة التراويح يصلي الناس هي نافلة ويصلونها جماعة ويعني ويجتمع الناس لها في المساجد، أما غيرها فيجوز من غير اتفاق بينهم. افرض أنك مثلا أنت وصاحبك مسافرين مثلا ولا طالعين للبر أو كذا، ثم أردت أن تصلي الوتر وهو سيصلي الوتر، فقلت شو رأيك نصلي جماعة، فقال يلا جزاك الله خير نصلي جماعة، هذا ما في بأس، لكن لا يجوز أن يتفقوا على ذلك،
ما يجوز يتفقوا يقولوا والله في الواتس أب الجروب حق المجموعة قالوا يا شباب ترى اليوم قيام الليل في بيت أخينا عبد الله، ثم جاءوا إلى عبد الله فأرش لهم مثلا سجاد في المجلس وكبروا وقاموا الليل عنده. الأسبوع الجاي قالوا والله القيام الليل وين يا شباب اليوم؟ قالوا والله اليوم عند خالد، فذهبوا عند خالد ويقولون نحن نتواصى على البر والتقوى. نقول عملهم طيب لكنه خلاف السنة. فالاتفاق على صلاة ليل لا يصح إلا في تراويح رمضان، أما في غير رمضان فإنه نوع من الابتداع. لكن لو أنها طرأت عليهم، يعني ناس صلوا العشاء وتعشوا عند واحد مثلا وكان معهم رجل قارئ وصوته حسن، فقال صاحب البيت يا جماعة وش رايكم نصلي الوتر وراء فلان يصلي ابنه، فقال طيب، وقاموا توضوا وصلى بهم 5 ركعات 7 ركعات الوتر، صلى بهم إماما، هذا لا بأس، أرادوا أن يستثمروا وجود هذا القارئ. أما الاتفاق على هذا وجعله عادة لهم أو نحو ذلك فهذا لا يصح إلا فقط في رمضان، أما في غير رمضان فلا يصح ذلك إلا إذا وقع من غير اتفاق، توافقا هكذا، إذا وقع توافقا. حتى لو أضمره في نفسه لا بأس. افرض أنك أنت مثلا عازم إمام الحرم مثلا أو قارئ معين جاء عندك، وفي نفسك أنت أنكم إذا تعشيتوا وشربتوا الشاي قبل أن ينصرفوا ستقترح أن تصلوا الوتر جماعة، هذا ما في بأس. لكن لو اتفقتم على هذا وقلتم الليلة بنجتمع وترى بنعزم فلان حتى يصلي بنا، هذا الذي نقول خلاف السنة. لكن إذا وقع اتفاقا فلا بأس في هذا. في الحديث أيضا من الفوائد أنه لا يجب على الإمام أن ينوي الإمامة من أول صلاته، يجوز له أن ينوي الإمامة في أثناء الصلاة. بمعنى أنك أنت لو جئت المسجد والإمام قد انتهى من الصلاة فكبرت تصلي وحدك، فجاء واحد ودخل معك، جاز أن تقلبها من نية منفرد إلى نية إمام، هذا جائز. النبي عليه الصلاة والسلام كبر يصلي وحده، فما انتبه إلا ابن عباس واقف جنبه، معناه أني تحولت من منفرد إلى إمام، فتحول بنيته من منفرد إلى إمام، هذا جائز حتى لو لم ينوي ذلك من أول صلاته، سواء كانت صلاة فريضة أو كانت صلاة نافلة. يقول ابن عباس فصلى 5 ركعات، يقصد 5 تسليمات، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم صلى ركعتين ثم أوتر، فهو يقصد 5 اللي هي قيام الليل التهجد، ثم الركعتين الأخيرة هي صلاة الشفع، ثم صلاة الوتر. يقول وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. وبالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه صلى 13 ركعة، ورد أنه صلى أقل من ذلك، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وهي من أعلم الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فقولها ما زاد تعني أنه قد ينقص عنها، وهذا يعني يختلف باختلاف أحواله. يعني لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم واصلا من سفر وقد كان على ظهر الدابة مثلا ربما 6 ولا 7 ساعات متواصلة، أو ربما كان يمشي وجاء مرهقا شديد الإرهاق مثلا، هذا يختلف في حاله تلك الليلة عن حاله إذا جاء عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة مثلا. ولذلك صارت صلاة الوتر أقلها ركعة وأكثرها 11 أو 13، لأجل مراعاة أحوال الإنسان. وترى الشريعة جاءت بهذا، يعني الأذكار التي بعد الصلاة مثلا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ثم يقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، وجاء عنه أنه يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، بس أذكار الصلاة انتهت، وبعدين يقرأ آية الكرسي وقول والله وحده الفلك والناس، هذه أخف. وجاء عنه أنه يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويقول لا إله إلا الله 25، فهي اختلفت لاختلاف ظروف الناس. وكذلك في الوضوء فأقله مرة مرة وأكثره 3 مرات 3 مرات. ليش اختلفت؟ باختلاف مقدار الماء اللي عندك، إن كان الماء يكفي توضأ 3 3، وإن كان الماء قليلا فتوضأ مرة مرة، إن كنت مستعجلا تدرك الصلاة توضأ مرة مرة، إن كنت فيه وقت فتوضأ 3 3.
فالشريعة جاءت بهذه المراتب في الوضوء، وهذه المراتب في عدد الركعات، المراتب في عدد التسبيح والتهليل، جاءت بهذا الاختلاف مراعاة لظروف الناس التي يعيشونها. يقول: ثم اضطجع فنام. معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام صلى في أثناء الليل ثم نام. قال: حتى نفخ وسمعت غطيطه. الغطيط صوت يخرجه النائم مع نفسه أثناء التنفس إذا استغرق في النوم. يقول: وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المنادي. في بعض الروايات أنه بلال، لأن بلال هو المؤذن، وكان يأتي يطرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بالصلاة. وكان بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة للمسجد، وكان عليه الصلاة والسلام بيوته البيت له بابان، باب يدخل إلى المسجد وباب يخرج إلى الطريق إلى الشارع، فكان إذا أراد أن يخرج إلى حاجاته خرج مع الباب اللي إلى الشارع إلى الطريق، وكان إذا أراد أن يدخل المسجد فتح الباب مباشرة إلا هو في المسجد عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما فتح بعض الصحابة بنوا حول المسجد وفتحوا أبوابا على المسجد وكثرت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلا المسجد صار بدل ما هو جدار صار أبواب أبواب، أو كلهم كسروا أبواب، فصار الناس ينشغلونهم يصلون، هذا داخل وهذا طالع وهذا الباب فيه صوت يوصل لهم. فقال عليه الصلاة والسلام: سدوا كل خوخة، خوخة يعني كل فتحة، كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر، إلا باب أبي بكر خلوه. وهذا أيضا فيه إشارة إلى فضيلة أبي بكر وأنه الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا في ما استدل به أهل العلم. فابن عباس وهو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت أتى بلال وطرق الباب اللي بين المسجد وبين النبي صلى الله عليه وسلم، طرق الباب يعني يا رسول الله ابن قيم الصلاة، جا وقت الأذان أو وقت الإقامة. قال: ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة، فقام فصلى ركعتين خفيفتين يعني سنة الفجر، ثم خرج إلى الصلاة فصلى الصبح ولم يتوضأ. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه. النوم بحد ذاته ليس ناقضا من نواقض الوضوء، لكن لأن النائم يغيب عقله فربما خرج منه ريح أو صوت أثناء نومه وهو لا يعلم، فعندها قلنا له احتياطا إذا استيقظت توضأ. ولذلك ليس كل نوم يعتبر ناقضا، يعني لو واحد جالس يستمع مثلا لخطبة الجمعة ويستمع رأسه ينزل بعدين يستيقظ وينتبه بعدين شوي ينزل بعدين يستيقظ، هو في الحقيقة نام مرارا، لكن نومه هذا خفيف بحيث أنه لو خرج منه ريح سينتبه أنه أحدث، فنقول هذا النوع من النوم لا ينقض الوضوء. لكن لو جاء واستند على الجدار ومدد رجليه واستند على الجدار وحط يدينه ثم نام خمس دقائق ما استيقظ الله بشخيره مثلا وانتبه ثري نائم، نقول هذا يجب عليك أن تخرج تتوضأ لأنك استغرقت في النوم، فربما خرج منك ريح أو صوت وأنت لا تعلم. ومثله الإغماء، النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه المغرب صلاة الجمعة يوم جمعة ثم دخل إلى بيته وكان قد ابتدأ به عليه الصلاة والسلام مرض الموت ووضعوا له فراشا واضطجع ثم نودي للصلاة، وقام عليه الصلاة والسلام وقال: ضعوا لي ماء في المخضب، فتوضأ ثم قام عليه الصلاة والسلام ليصلي فأغمي عليه، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله ينتظرونك. فما قام للصلاة، لا، قال: ضعوا لي ماء في المخضب، بيجدد وضوءه. ليش؟ لأن الإغماء مظنة أن الإنسان ربما أحدث وهو لا يعلم. يقول عليه الصلاة والسلام أو يقول ابن عباس هنا: نام ثم استيقظ ولم يتوضأ. قالوا: إن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وذلك لأنه قد يوحى إليه وهو نائم فيبقى القلب منتبها لما يأتيه من وحي أثناء النوم. وإبراهيم عليه السلام يقول: إني أرى في المنام أني أذبحك، ثم قال له ابنه، قال: فانظر ماذا ترى، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. طيب كيف اعتبره أمر؟ نعم اعتبره أمر، لأن رؤيا الأنبياء حق وحي،
ولما تقول مثلا كيف كانت أنواع الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول من أنواع الوحي الرؤيا يراها في المنام، أنها نوع من الوحي يكون فيها أمر أو نهي أو غيره. طبعا ذكر بعض العلماء بأن نوم النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، قالوا بعضه يزول معه إحساسه بما حوله وبعضه لا يزول. لذلك لما نام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال في البخاري، لما نام النبي صلوات ربي وسلامه عليه وفاتتهم صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ما نقول والله النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأن في صلاة وما ولم يستيقظ أو علم بخروج الوقت، لا، وإنما فاته ذلك لأنه ما أحس بطلوع الفجر. يقول ابن عباس فصلى الصبح ولم يتوضأ، وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. هذا الحديث طبعا الدعاء يقال عند الخروج إلى صلاة الجماعة، إذا خرج المسجد يقول هذا الذكر، ولا بأس أن يستعمل الإنسان الأذكار على أنها دعاء عام. يعني هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المسجد يقوله، اللي هو دعاء الخروج المسجد، ومع ذلك يستعمل نفس الدعاء في أثناء دعائه العادي. وهذا يدل على أن يعني الآن الواحد لما يدخل إلى المسجد يقول اللهم افتح لي باب رحمتك، خرج قال اللهم افتح لي باب فضلك. يجوز واحد يرفع يدينه يدعو الله في الليل، أو يقول يا اللهم افتح لي باب رحمتك وافتح لي باب فضلك، مع أنها الأصل أنها تقال عند الدخول إلى المسجد أو الخروج منه، لكن لو قالها ما في بأس. لو مثلا إنسان أذكار الصباح والمساء التي فيها اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي إلى آخر، لو قالها الإنسان على سبيل أنها دعاء عادي جاز ذلك، وإن كانت شرعت أصلا أنها من أذكار الصباح والمساء. الحديث 102 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد، يعني كأنه يقول والوعد عند الله، الله يحاسبنا وينظر هل أنا أصنع الأحاديث أم أنها حق أنقلها عنه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان مشهورا عند الصحابة أنه أكثرهم معرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى الترمذي وأحمد عن ابن عمر قال لأبي هريرة كنت، ابن عمر يحدث أبا هريرة يقول له كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفنا بحديثه، حسنه الترمذي. طبعا أبو هريرة هنا يبين ليش كان هو أكثر الناس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت الآن مثلا مع العلماء، ممكن مثلا يأتي واحد يكون مثلا يشتغل مع الشيخ ابن باز رحمه الله مثلا 20 سنة، وفيه واحد ما جاء للمملكة إلا قبل وفاة الشيخ ب3 سنوات، فهذا اللي جاء للمملكة قبل وفاته ب3 سنوات يحفظ عن الشيخ 5000 فتوى. اسأل أقول إيش يقول الشيخ في حكم لبس الكذا، ماذا يقول الشيخ في حكم أكل كذا، يسمع لك على طول. وأبو 20 سنة لا يحفظ عن الشيخ إلا 1000 فتوى، وهذا 5000. فلو جاء اللي أبو 20 سنة وقال للذي يحفظ 5000 فتوى وقال يا أخي أنا مع الشيخ 20 سنة وما أعرف عنه إلا 1000 فتوى وأنت تجيب فتاوى من عندك، فيقول نعم، لكن الفرق بيننا أنك أنت مع 20 سنة لكنك مشغول، أنت موظف في دار الإفتاء لكنك ترد على التلفونات وتشوف المعاملات وتحط الصادر والوارد، فجلوسك مع الشيخ يوميا قليل. أنا هذه 3 سنوات إن كنت أنت تجلس فيها 20 سنة كل يوم نصف ساعة من كثرة انشغالك يلا تجلس نصف ساعة، فأنا في 3 سنوات جلست مع الشيخ يوميا أكثر من 15 ساعة. أنا أجلس معه في المكتب وأجلس معه في المسجد وأحضر معه دروسه، فجمعت في 3 سنوات ما لم تجمعه أنت في 20 سنة. أبو هريرة أسلم عام خيبر في 3 من الهجرة، فلبث مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، لكنه في هذه 3 سنين لازمه ملازمة تامة. يقول على شبع بطني ما كان عندي والله زوجة وعيال،
أنا جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجدت لي خبزة أكلها ذاك اليوم بس أستطيع أني أبقى حي جلست معه ما فارقته. طلع للسوق طلعت للسوق، طلع للمقبرة يزور أحد الصحابة طلعت معه، طلع للقتال طلعت معه، رجع جلست معه. فالذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الملازمة عرف من الأحاديث ما لم يعرفه غيره ممن أسلم قبله. وذكر ابن أبو هريرة أيضا السبب في هذا الحديث، قال إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإخواني من المهاجرين كان يشغلهم كذا. وأيضا هناك أسباب أخرى لكثرة الرواية عن أبي هريرة لعلها تأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، ونزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وأن يؤمن ديار المسلمين. أسأل الله تعالى أن يؤمن ديار المسلمين، وأن يصلح أحوالهم في كل البلدان، وأن يولي الله تعالى عليهم خيارهم، ويبعد عنهم شرارهم، وأن يحقن الله تعالى دماءهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.